وحكاية بين الوصي وزوجه، وحكاية بين الوصي وزوجه لما تكامل بالحشى النبراس. أم البنين، بماذا كنت نادبة؟ أم البنين، بماذا كنت نادبة لما وضعت وضاقت الأنفاس باسم الحسين، باسم الحسين، باسم الحسين كنت نادبة فهوى اشتياقا باسمه العباس. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وين راحت القهات؟ لا موجودة. شو لا بعمي موجودة؟ لا موجودة. وفي يوم الجمعة في الرابع من شهر شعبان سنة 26 للهجرة، من هجرة النبي محمد صلى الله عليه فلما حملت أم البنين بالعباس عليه السلام كانت في حملها تجد الخف والراحة، وكلما مضت الأيام من حملها تزداد بهاء وجمالا، ولما قرب وكلما ازدادت الأيام وكلما تقادمت الأيام ازداد جمالا وبهاء، وكان الجنين في بطنها كأنه النور يزهر من غرة جبينها. فلما دخلت في شهرها التاسع لم تجد ألما ولا وجعا، حتى كان الرابع من شهر شعبان انتبهت من نومها، وإذا قد دخل عليها أمير المؤمنين أخي رسول الله محمد. فرأى نورا ساطعا من جبينها فقال لها إني أرى في وجهك اليوم أثر الفرح والسرور، وأظن أنك تلدين غلاما ميمونا مباركا. فخرج عنها أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد، وقد وإذا قد أتاها ما يأتي النساء، فنادت بزينب وأم كلثوم عليهم السلام، ف
فأتينا وجلسنا عندها فجاء المخاض وسهل الله عليها ولادتها وكانوا قد أتينا لها بقابلة فجلست عن يمينها بحضور زينب وأم كلثوم وقد أشرق من وجهها نورا ساطعا إلى عنان السماء فبينما هي كذلك حتى أتاها ما يأتي النساء فجاءها المخاض دون أن تشعر بألم ولا وجع وإذا بها قد وضعت بأبي الفضل العباس أفضل صاحب العصر والزمان أبو الفضل العباس أبو الفضل العباس فأخذته زينب وضمته إلى صدرها وقبلته وشمته وأتوا إليها بإبريق من الذهب وإبريق من الفضة مملوءان بماء الواب فحملته عقيلة بني هاشم زينب الكبرى ولفته في خرقة بيضاء من حرير الجنة كان قد أتتها لعيال الحسين ساعة ولادتها وعمت الفرح والسرور في جميع الحضور أفضل الصلاة حلوة أصلي وسلم عليه الجلوة المناسبة في هذا الاحتفال المبارك احتفال ميلاد أبي الفضل العباس ويوم ميلاد أبي الفضل العباس عقد المأتم في يوم ميلاده جاء أمير المؤمنين ونظر إلى رأسه أو نظر إلى هامته ونظر إلى عينه وإلى كفيه فبكى الشيخ عباس الرئيس نظم قصيدة في هذا المجال مبروك يا حيدر بمولود أم الابني تبغون أجيبه وياكم بلحن أو نثر مبروك يا حيدر بمولود أم البنين جابت ولد مثل البدر يزهر يا أبو حسين صارت هلاغ البيت أبو الحسنين وفراح وطير السعد عند الهواشم بالفرح صاح صارت تغاني للولد بس ما بدولاح وزينب أخوها ضمت وشمت الخدين جابت أخوها للأبو وقفت قباله
تقل يا ابويا هالولد يبهر جماله كان شام وبوجهه تنوح البساله قلبي تولع به من شفته يا ابو حسين وام البنين وقفت يمه بابتسامه تشوف الولد وبوجهه تلوح الشهامه تقل يا حيدر فالكم فال السلامه سالم عساه ابنك يا عز الهاشمي سالت دموعه وجذب حسره وصعد انفاس وقالها يا زينب هالولد سموه عباس جني شغل جني شغم ابني غضنفر صعب المراس هذا كفيلك من تروح بخدمة حسين قبل ولاده والدمع يجري بالخدود وقلب جفوفه وذكر قطعتها من الزنود وظل يمسح براسه وتذكر ضرب العمود وهاجت احزانه وظن قلبه صار شطرين حط الولد بالمغاد ودموعه غموله وام البنين تعاينه وتحوم حوله وزينب تقله يا حبيب الله رسوله فطرت قلبي بالبواجي يا ضي العين قالها مصاب ابني ذكرته وذوب حشاي يم البنين بكي على غلولين وياي جنك يا زينب تنظرين بجانب الماي تنقطع شفانه ويصيب السهم بالعين قالت يا ابويا هالخبر اكشر وما يشوف بالله دقلي هالفجيعه تصير يا يوم قالها برض لطفوف يتخضب بالدموع لازم كفيلك لازم كفيلك هامتة تنشطر شطرين ويوم الحشر توقف الزهرة بقلب موجود وتقول هاي شكايتي دسمع يا معبود هذه جفوف مقطعة في وين لزنود ذبحة ابو فاضل دهتني ذبحة حسين ذبحة ابو فاضل دهتني ذبحة حسين بعد ما نترك البهجة البهجة لازم ترسم عليك رغم المنغصات والآهات والجروح إلنا نشعر بالعزة بأننا موالون لأهل البيت عليهم السلام الحياة في ظل أهل البيت عبادة وسعادة والموت في حب أهل البيت عليهم السلام سعادة ونعيم وجنة إن شاء الله كل من يموت هذه أخبار أهل البيت ونصوص أهل البيت عليهم السلام كل من يموت على محبة محمد وآل محمد يدخل الجنة ويكون أهل البيت عليهم السلام هم الشفعاء في ذلك اليوم مهما صنعوا فإننا نشعر بالعزة بأننا ننتمي إلى أهل البيت ونطبق ما جاء به القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلا المودة
في القرب. رأيت ولائي لآل طاغى فريضة على رغم أهل البعد يورثن القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى لتبليغه إلا المودة في القربى. فصل على الهادي بصوت مجلجل لتوصله شرقا وترجعه غربا. حي الله هلا يا مولد العباس، حي الله هلا يا مولد يا مولد العباس، حي الله وهلا يا مولد العباس، حي الله وهلا يا بهجة الأفراح، يا روح المودة ويا عطر فواح، ويا شجرة العزة وسلوة الأرواح. حي الله وفاك يا أبو اللوماس، حي الله وهلا يا مولى العباس. من دور المدينة ومن علي وبيته، من أم البنين الطاغرة وصيته، من لك هالوفا عباس حبيته، وبالدنيا بطل والبطل ما ينقاس، حي الله وهلا تريد أم البنين الطيبة غبشارة، من بيت الشهامة ذاعت أخبارة، ومن حجر العفيفة شعت أنوارة، للدنيا اعتنت والفرحة للعباس، حي الله وهلا للعباس. انشد وغرد بشعرك ودي له تحية وقل لنا بأمرك، يا هل جننت كل العالم بسرك، يا جيدم يا محير عقول الناس، حي الله وهلا يا محير عقول الناس، حبيتك ومثل بيت الله انت وانا لبيتك، حفل حبك اجيت وبيه لقيتك، لقيتك نار والنيران ما تنقاس، حي الله وهلا يا مو أمك بيك فرحانة يا راعي الزود، أمك بيك فرحانة يا راعي الزود، وكل أهل المدينة تبارك المولود، أمانيها وعلى أمك والتهاني تعود، كلها تشكر المعبود هاي الناس، حي الله وهلا يا مولى العباس. وتهنئة أهل المدينة الكربلة تودي، تحيات الوفاء لحسينها تغدي،
يا شبل الزكيب شار لك عندي ابشر اجى الناصر والوفي العباس حي الله وهلا لا تتعب ابشر اجى الناصر يلترد الروح وعطار من الاجلة والديار تفوح يا حسين الدليل بلوعته ما يبوح ضم اسرار قلبه وما يراوي الناس حي الله وهلا يا ماو يا مولد العباس حي الله وهلا يا مولد العباس حي الله وهلا يا مولد العباس انولد عباس وكل العالم تضوى وبأثر هاي الولادة انولدت الخوة عضيد حسين من جف الوفا يروى ومتربع الغير على اجتافة متربع الغير وكل مولود لمن ينولد يا خال ما يمتلك قوة وهم ضعيف الحال بس عباس لا ما يشبه الأطفال رضيع ويمتلك قوة ألف رجال ها واسأل عنها القوة قماطة واسأل عنها واسأل عنها القوة وكل مولود يولد ظلم عند العين وبس عباس يبصر وهم شايف زين وبمهدى بقى مفتح يصيح حسين هاي حلوة هاي الهوسة يلا السيد محمد السيد شرف المقابي كل مولود يولد ظلم عند العين وبس عباس يبصر وهم شايف زين وبمهدى بقى مفتح يصيح هاي يقولوا لا بحسين حسين سكتون بحسين حسين او بحسين حسين سكتون بحسين بحسين حسين سكتون ما ظن ابو فاضل تلف عليه قماط وما ظن يوم القماط اسر وحاطه وظلت أم هاي الحرة أم البنين عن هذا الأمر كل يوم محتاطة لأن كل حين رايح يجي إليها أخوها حسين يفز من المهد ويقطع قماطة لأن كل حين رايح يجي إليها أخوها حسين يفز من المغد ويقطع قماطة شي يسوي ويحضن الحسين بذرعانه يحضن الحسين يحضن الحسين بذرعانه ومحلى السيف يا محلى الدرع والطاس اش كثر لاقت عليك الهيبة يا عباس يلكل لك وفا من الجدم حتى الراس هاو يا معنى الخوة وطاريها يا معنى الخوة او يا معنى الخوة وطاريها يا معنى للعباس ظلت تشهد طفوفه لا ما منجيبها منجيب احلى ثاني حين استأذن العباس من خي النقد طاغر يقل حسين جيب الماي ما قل الحرب باشر
يدري لو رخص لكان اتأخر مصرع العاشر. ما قال له ترى روح، قال له روح جيب ماي بس. حين استأذن العباس من خيل نقب ماضر يقل لحسين جيب الماي، ما قل الحرب باشر. يدري لو رخص لجان يتأجل مصرع العاشر. شي يسوي فيهم ابو فاضل؟ كلكم تنادوني ويفنيها عباس الدنيا يفنيها، يفنيها عباس الدنيا يفنيها. ان ولد لم البنين اليوم ابو فاضل شديد الباس، وفرحة كل بني هاشم الليلة بمولد العباس. هلا بذكرى وهلا بطروة حليف الشرف وين نوماس. مولود فرحان الشيعة بمولود، مولود فرحان. تهنم البنين تهني، تهنم البنين اليوم، وتهني الحيدر الكرار، ونهل حسين ابو اليمة بمولد صاحب الايثار. ابو فاضل حليف الزود وقبره كعبة الزوار، وابو فاضل حليف الزود وقبره كعبة الزوار. ومن تزوره تشعر بالهيبة، من تزوره تشعر، من تزوره تشعر، من تزوره تشعر حبي لله دعا قلبي إلى حب النبي، وحب أحمد دعا قلبي إلى حب الوصي، وفاطمة وابنيهما وتسعة آل النبي أفضل الصلاة.